ابتسام الأشقال عضوة حركة مالي من المغرب، حركة البديلة من أجل الحرية الفردية، حركة مالي تدافع عن حقوق الإنسان، حقوق المرأة، الحرية الفردية، وتدافع أيضا عن الحق في الإجهاض، لأن العالم يعرف 22 مليون عمليات إجهاض سرية وخطيرة، لأن المغرب يعرف 800 عملية إجهاض غير قانونية كل يوم، إذن إجهاض سري كل دقيقتين، لأن الإجهاض الغير القانوني هو من أحد الأسباب الرئيسية لوفيات النساء، لأن منع الإجهاض لن يمنع ممارسته الغير الشرعية، لأن الحمل الغير المرغوب فيه يجعل منه حملا خطيرا، ولأن المرأة لا تجهض بالصدفة، لأن أيضا جسد المرأة ملكيتها الخاصة والحق في الإجهاض حريتها، ولهذا حركة مالي تدافع عن الحق في الإجهاض لجميع النساء في جميع الحالات وبدون تمييز، وتدعو حركة مالي إلى إلغاء الفصول 449 إلى 458 من القانون الجنائي المغربي.